مبكر. شوف فريق الأهلي بنفس الأسلوب يعني 3-4-3 المميز فيها دائما وهي الدفاع المتقدم. الدفاع المتقدم اللي أفضل ما يطبق فيه على مستوى الدوري الليبي هو فريق الأهلي طرابلس، خاصة بتقدم لاعبي متوسط الدفاع، وهذا ما نجح فريق الأهلي خاصة في ملعب النهر. يعني أغلب مباريات فريق الأهلي المميزة كان في ملعب النهر بكل صراحة. في نقطة مهمة جدا، ظروف النجاح أحيانا احنا تكلمنا على الأمور الفنية، فريق الأهلي لا يختلف عليه اثنين انه هو افضل فريق على مستوى الدوري الليبي، ولكن ما تكلمناش على ظروف النجاح. ظروف النجاح واحده من الحاجات اللي نجحت فريق الاهلي هي العامل البدني. شنو؟ العامل البدني. العامل البدني اليوم نشوفه انيس الشعلالي بكل صراحه، يعني نشوف الفريق يلعب حتى بناقص فرد من عناصره ويلعب بنفس الاسلوب وهجوميا، يعني نشوف الفريق هجوميا يهاجم حتى باقل لاعب، فهذه واحده من الحاجات المميزه اللي شفناها. يعني حتى اغلب اللاعبين لو تلاحظ في اللبسه بتاعهم لابسين اللي هي الجهاز القرائي، يعني الجهاز القرائي هذا يعطيك نسبه الجري اللي جراها اللاعب والمراكز اللي تواجد فيها، يعني فاعتقد انها هي واحده من الحاجات المميزه هي وجود انيس الشعلالي من النواحي البدنيه، جهز الفريق وجهز اللاعبين بمستوى واحد على المستوى البدني، وايضا ما ننسوش سند الورفلي اللي جهزه يعني بشكل مميز.